انتهت وكالة الفضاء الأوروبية إذا من بناء وحدة الخدمات أو سيرفيس موديول اللي غيتم تركيبها على متن المركبة الفضائية أوريون تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية نازا. وحدة الخدمات أو سيرفيس موديول كتعتبر من أهم الأجزاء اللي كتشكل المركبة الفضائية، بحيث أنه الجزء اللي كيتم فيه تخزين الكهرباء والماء والهواء والمؤونة لرواد الفضاء في رحلتهم المستقبلية سطح القمر من خلال برنامج الفضاء أرتميس. ومن جهة أخرى فقد تم دمج وحدة الخدمات مع المركبة أوريون مختبرات كينيدي سبيس سنتر باش يتم إخضاعها للتجارب الأولية قبل إطلاقها في اتجاه سطح القمر بحلول سنة 2024. المركبة الفضائية أوريون وحدة الخدمات سيرفيس موديول غيتم تركيبهم على متن صاروخ SLS أو Space Launch System اللي تعتبر جيل جديد من الصواريخ تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية نازا بعد أن تم إيقاف أسطول الصواريخ في شاتل سنة 2011. والجدير بالذكر أن وكالة الفضاء الأوروبية إيزا كتعتبر من أهم الشركاء ديال وكالة الفضاء الأمريكية نازا في بناء وتطوير برنامج الفضاء أرتميس اللي كتساهم فيه كذلك كل من وكالة الفضاء اليابانية جاكسا ووكالة الفضاء الكندية CSA بهدف عودة البشرية لسطح القمر بحلول سنة 2024. وصلنا لنهاية الفيديو، لا عجبكم خليوا لايك أو تعليقات ديالكم، ما تنسوا تشوفوا المصادر في أسفل الفيديو وتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز كريستيز، أخبار الفضاء بالدارجة المغربية.